السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. طيب، قبل يومين عملت بوست في الفيسبوك حاسس إنه عاوز أشارك في بعض اللي عندنا من الفيزياء. عاوز أشرح فيزياء للناس وحاسس إن الناس تستفيد منها إن شاء الله في أبحاثهم وكده. المواد اللي انا عاوز اغطيها او عاوز اشرحها لها علاقه بالتخصص بتاعي، حاسس انه دي حاجه بعرفها يعني كويس. منهم اللي هي الفيزياء الكميه، زي ما شرحت في البوست، انا حاول اشرح فيزياء زي ما وضحت في البوست، حشرح فيزياء ذريه، فيزياء كميه سوري، برضك فيزياء ذريه اللي هي ليزر كولينج، برضك اللي الثاني السوليد ستيت الليزر ادفانس ليزر، وثاني بعد ذاك الذكاء الصناعي. خلينا نخلي الذكاء الصناعي كده بعدين ونشوف علاقه الحاجات دي مع بعض شنو. اول حاجه، انت اذا عاوز تفهم فيزياء ذريه لازم يكون عندك كوانتم فيزيكس، لانه الفيزياء الذريه هي القوانين بتاعتها كلها قوانين كوانتم فيزيكس. There is no classical physics. You can't describe like atomic physics behavior with classical mechanics. طيب، الحاجة الثانية، إذا أنت عاوز تخصص أو إذا عاوز تفهم الكوانتم كومبيوتينج أو الحوسبة الكمية عن طريق الاتوميك فيزيكس، لابد يكون عندك كوانتم بيزك. هنبدأ بكوانتم ميكانكس فروم سكراتش، يعني من أول الدروس تحت الكوانتم فيزيكس. هنمشي بالتدريج، في بعض المرات في بعض الأحيان حنقوم أكسلريت، هنمشي بسرعة عالية، بعد شويتين في حتات مهمة هنمشي بسرعة بطيئة. والهدف في نهاية الموضوع إنه نغطي الكتاب بتاع الكوانتم فيزيكس اللي حنختاره عشان نشتغل منه. وفي نهاية المطاف أنت تكون عندك فكرة عن الكوانتم فيزيكس بصورة عامة، وبعد ذلك تختار انت عاوز تمشي وين. يعني عاوز تمشي الكوانتم كومبيوتيشن، عاوز تمشي الاتوميك فيزيكس ليزر كولينج، عاوز تمشي سوليد ستيت فيزيكس، سوبر كوندكتنج ماتيريال، سوبر كوندكتنج كوانتم كومبيوتينج، وات ايفر يو وانت ان شاء الله. كويس، دي الحاجه الاولى اللي لها علاقه بالكوانتم فيزيكس. الحاجه الثانيه اللي لها علاقه بالادفانس ليزر، لانه تقريبا كل السبكتروسكوبي اللي هي لها علاقه بالاتوميك فيزيكس ولا حتى لها علاقه بالسوليد ستيت فيزيكس، لابد يكون عندك very strong background in advanced laser physics. يعني لازم يكون عندك خلفية قوية جدا عن advanced laser. إن شاء الله عن طريق الكورس ده أنا هحاول أمهد للناس إنه يعني حتى على الأقل لو ما نجحت في إنه أنا أشرح على advanced laser، على الأقل أمهد للناس إنه أي طريق تتبعه عشان تصل لمرحلة بتاعتي إنك تكون فاهم advanced laser والابليكيشن بتاعته في الأتوميك فيزيكس وعلى solid state physics. أوكي؟ في نهاية الرحلة دي إن شاء الله يعني ربنا يقدرنا على سن الناس اللي بتتابع الحاجات دي في نهاية تكون عندها المقدرة إنها تدخل المجال بتاع الأدفانس ريسيرش في فيزيكس. يعني now the cutting edge technologies، ولا التكنولوجيا بتظهر فجأة وفعل التطبيقات الغريبة دي كلها جاية من الأدفانس اتوميك ادفانس ريسيرش ان فيزيكس. ان شاء الله ربنا يسهل وان شاء الله نقدر مع بعض نمشي خطوه بخطوه. طيب، يجي الشخص اللي دوست معاه. السلام طيب، ليه الفكرة بتاعت انه انا فجأة اقوم اتكلم مع الناس هسه؟ ليه ما الواحد ينتظر لبعدين؟ ليه؟ السبب لانه هسه انا حاليا ببني في تجربة بتاعت cold atoms او هي الذرات الباردة.
كوانتم اكسبيرمنت بالهسه اشتغل فيها حاليا. والتجربة دي انا عملت واحدة في يو سي بيركلي، كنت عامل واحدة في يو سي بيركلي اللي هي يونيفرسيتي في كاليفورنيا بيركلي. والمشكلة بتاعت مش المشكلة، الاختلاف بتاع يو سي بيركلي ودي الحسنة انا بعمل فيها في ستانفورد، ستانفورد يونيفرسيتي الابروش بتاع بيركلي اللي هو كان عبارة عن ايون ثيرابي. كويس، في بتاع ستانفورد انا هسه شغال فيها اللي هي نيوترال اتوم ثيرابي. علي نوضح الفرق بين الايون ترابينج والنيوترال اتوم ترابينج. لما نقول ايونز اللي هي عباره عن شحنات، لانه فيها شحنه سالبه يا موجبه، هي ذره في النهايه، ذره الاثنين ذرات، دي ذرات هذه ذرات، بس الاختلاف بيناتهم انها بتكون شحنات، بتكون مشحونه. يعني انت في طريقه معينه ممكن تشحن بها الذرات اللي هي بنسميها الايونيزيشن. هذه ان شاء الله كل التفاصيل اللي نمر عليها. النيوترال اتومز انت بتشحنهم لانه هم نيوترال، معناها متعادله. اتش اذا احنا متعادله معناها فيها السالب والموجب ايكوال. اوكي، فهي طريقه الانتر اكشن وذ فيلدز از ديفرنت. يعني طريقه بالنسبه للايون، طريقه التفاعل مع المجالات اللي حوالينا او الترابينج فيلد هي تعتمد على المجال الهوائي سبيس، ودي تعتمد على المجال المغناطيسي. اوكي، سو في نهايه المطاف انت عاوز يكون عندك مجال مغناطيسي او مجال كهربائي distribution in space looks like this. So دي المجال المغناطيسي بتاعي، الكهربائي بتاعي او المجال المغناطيسي بتاعي. اوكي، فدي هنا الامبليتيود تحت المجال، الامبليتيود لما نقول امبليتيود معناها هو الماكسيموم والمينيموم تحت المجال المغناطيسي او المجال الكهربائي. اوكي، وده السبيس بتاعك اللي هو الاكس اكسس ولا الواي اكسس. لما نسي اكس اكسس يعني بالضبط، يعني هاي الاكس اكسس بسيد الواي اكسس وده زي اكسس مثلا. اوكي، فخلينا نقول احنا بنتعامل مع حاجه مساحه صغيره جدا في المايكرومتر سكيل. سو انت عاوز لما تيجي تدرس المجال المغناطيسي بتاعك والمجال الكهربائي بتاعك يكون التوزيع بتاعه في الفراغ كالآتي. معناها شنو؟ معناها هنا في مينيمم فيهم اللي هي بي مينيمم اور اي مينيمم، وبنسميها لوكال مينيمم. هنا في ماكسيمم، عندي تو ماكسيم، ماكسيم هنا ماكسيم هنا مينيم. وشيء بديهي انه اذا كان في وادي وهنا في جبلين، اذا جات بطره ولا عندك روكيت ولا صخره تنزل في المجال في تهبط في القاع، فهي ده القاع بتاعك اللي عنده ديبث، يعني عنده عمق. المجال بتاعك بيحددوا المينيمم بتاعت الفراغ، المجال المغناطيسي او الكهربائي. طيب ده علاقته شنو بالاتوم؟ الاتومز سواء كان نيوترال اتومز او شحنات كهربائيه بيتفاعل مع المجال المغناطيسي او المجال الكهربائي. خلينا نمسك النيوترال اتومز. النيوترال اتومز عباره عن مغناطيسات بس صغيره في السن، صغيره في صغيره في السن، صغيره في الحجم، مغناطيسات صغيره في الحجم. اوكي، اذا انا عندي خلينا ناخذ مغناطيس، مغناطيس عادي زي دي مثلا. عندك المغناطيس بيكون في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، خلاص نورث بول اند ساوث بول. وعارفين انه المجال بتاعك اذا كان عندي مغناطيس بتاعي عامل كذا في ساوث بول نورث بول، انا عندي مجال مغناطيسي بيطلع من المجال بتاعك. اوكي، دي الفكره بصوره عامه.
نمسك الاتوم اللي هي صغيره، المجال ما عندها مجال بيطلع من هنا بيجي هنا لانها صغيره جدا في الحجم. طيب كيف انا ممكن انا اوصف المجال المغناطيسي بتاع الاتوم؟ الاتوم الشيء معروف انه مدور حول نفسه، يعني دي الاتوم تحتي عباره عن كره يدور حول نفسه. طيب اتجاه الدوران ده بيحدد المجال بتاعه، يعني يا اب يا اب يا داون، خلاص ده ممكن احنا نعتبره المجال المغناطيسي، المؤشر بتاع المجال المغناطيسي بتاعي بالنسبه للذرات. فاذا كان في دوران في الاب معناها نورث للساي، اذا كان في دوران للاسفل معناها ساوث، صح؟ طيب او ساوث النورث. فلو كان عندي هنا الذره بتاعت تجي بالدوران بتاعها، الذرات تجي هنا وكده، وتكون بتكون راندوم، النورث والساوث بيتفاعل مع المجال المغناطيسي بحيث انه شنو، اذا كان عندي مجال مغناطيسي قوي طارد هيطرد الذرات بعيد، اذا كان عندي مجال منخفض جاذب هيجذب الذرات هنا، خلاص. في نهايه المطاف القمر حيجي شنو يتكون هنا في حته معينه، سواء كان ذره واحده او عدد من الذرات، ويكون بالصوره دي احنا عملنا لهم ترابينج. ده الفهم. حنيجي نشرح الحياة دي بالتفصيل، بس حبيت ادي فكرة عن الترابين بتاع الاتومز، كويس. فالمجال ده قد يكون الكتريك فيلد زي ما كان في يو سي بيركلي، والمجال ده قد يكون مجال مغناطيسي زي ما حيحصل هنا في ستانفورد يونيفرسيتي ان شاء الله. طيب وليش الليزر ليش نشرح ادفانس ليزر؟ ادفانس ليزر مهم لانه انت عاوز تتخاطب مع الذره دي. انت عارف ان الذره عندك، الذره عندك فيها النواه، دي النواه بتاعت الذره، خلاص. وعندي مدارات تحت الذره اللي هي هنسميها مستويات الطاقه، مستويات الطاقة اللي هي E. يعني نقول لك مستوى الطاقة الأرضي V0 راح يكون E1، وأنت ماشي لحد EN هنا راح يكون N minus 1، وعندك عدد مجالات هنا. فلا إذا عادة الذرات بتكون اللي بنستخدمها بيكون فيها إلكترون يا هنا يا هنا، واحد من اثنين، كويس. فانا عاده بخاطب الالكترون الموجود في المجال الخارجي، اوكي، بحيث انه شنو في مجالات او مستويات طاقه خارجيه ما بعيده خالص وفاضيه، ما فيها الكترون. فانا ممكن اغنى الالكترون ده يا يطلعه من هنا اديه طاقه يروح هناك، او الالكترون الموجود هنا اعطيه طاقه يروح هناك. فكيف انا حقدر احدد عاوز الالكترون ده او الالكترون ده؟ ده عن طريق الليزر اللي هو يكون فيه فريكونس معين. طيب ما نقصد شنو الفريكونس؟ فريكونس معناها الفرق او الطاقه المحتاجين لها عشان نحرك الالكترون من الحته دي للحته دي، او من الحته دي من مستوى الطاقه دي لمستوى الطاقه دي، خلاص. ده بيحتاج نوع معين من الفريكونس. طيب هنيجي نشرح بعدين الكلام ده كله بالتفصيل. هسه خلينا بس نوضح للناس ليش الليزر، عاوزين نشرح الليزر ومهم ان تفهم الليزر، خلاص. الفريكونسي هناك زي ما قلنا رسمنا الطاقه التحتيه اللي هي انا ممكن اقول عارفين انه في الفيزياء تقريبا الويف لينث ممكن اجيبه من الفريكونسي، اقسم واحد على الفريكونسي او الابوز، خلاص. فانا ممكن انا اقول يعني انا عاوز اشوف الويف لينث بتاعي والباور بتاعت الليزر بتاعي، خلاص. يعني الليزر ديت انا عاوز يكون عنده هاي باور في حته في فريكونسي معين، خلاص. فانا هختار مثلا لندا،
remember, lambda not هنا خلينا نقول دي not. أبقينا عندي ليزر تاني ماشي. الباور تاعت الليزر ما we don't realize the power until we reach this point. لحد ما نحصل الحتة بتاعت الويفلينكس اللي احنا عاوزينها. فمعناها شنو؟ إذا أنا عندي طاقة كافية في الويفلينكس اللي معايا أنا ممكن أتخاطب مع المجال ده، ممكن أخلي الإلكترون يطلع فوق أو ينزل تحت. زي ما قلت حاليا نشرح الحاجات دي بعدين. الحاجة اللي خلت الليزر مشكلة كبيرة إنه شنو؟ اللاينز بتاعه اللي هو الفول هاف ويث ماكسيم اللي هي مثلا من هنا لهنا اللي بنسميها اللاين ويث. هي اللي خلت الليزر يكون غالي ويكون معقد. خلاص عشان انت تنتج ليزر بلاين ويث معين يكون equal للdifference ما بين مستويات الطاقة، يكون مساوي للdifference أو الفرق ما بين مستويات الطاقة، يعطيك اللاين ويث ويكون عنده power كافية بحيث إنه أو طاقة كافية بحيث إنه excite the electron and push it from this ground or from this energy state. This energy state ده اللي بيخلي الليزر sophisticated ومعقد. يعني أنت ممكن تمشي تشتري ليزر من دكان على اسمه محمد صالح، تمشي تشتري ليزر من دكان محمد فضل وتقول يا اخي انا والله عاوز الليزر ده يكون يخاطب له الالكترونات دي تطلع معي. لازم يتبني الليزر ده من سكراتش. عشان كده في شركات ضخمه وبزنس بالمناسبه ناجح جدا، في شركات ضخمه بتعمل الليزر ديت وبكلف جدا جدا. خلاص زي ما شرحت قبل الليزر بيعمل ما بين 50K to 100K. خلاص فهنغطي كده يعني ان شاء الله في 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 نهايه المطاف. كل الناس اللي متابعه المحاضرات دي تصل مرحله انه تعرف معنا الكوانتم ميجرمنت والقصد شنو لما نقول كوانتم كومبيوتيشن، يعني ما يكون مص جس مجرد نظري وما في ربط للمعمل. لا بالعكس، المرة دي احنا انا عاوز الناس حتى تدخل معي في المعمل وتبني معي التجربة. هتاخد زمن، هتاخد سنة ونص، 6 شهور، الله اعلم. عادة نوع التجارب اللي بياخد ما بين 6 شهور لسنة. الحمد لله يعني احنا هسه قطعنا الشوط. الوقت بيضيع في انك لما تبدا تشتري المواد اللي عاوز تبنيها الاكسبيرمنت التجربه، يعني مثلا عاوز نوع معين من الليزر، عاوز نوع معين من المجال المغناطيسي، عاوز نوع معين من الفاكيوم سيستم، وحتى الليزر ذاته معقد بحيث انه يكون في ميجرمنت معينه ويكون في باور معينه وانتنسيتي معينه. فدي الحاجه اللي بتخلي المجال ده صعب هي الليزر. الحاجة الثانية كونك انت تعمل الميجرمنت او تقوم تعمل القياس بتاعك للاتوميك، يعني انت بتتكلم عن ذرة واحدة ذرة واحدة وبتقوم تتخاطب مع الذرة دي وتطلب منها معلومات معينة في فريكونسي معين وفي ويف لينكس معين. ده الحاجة خلت المجال بتاع الفيزياء الذرية صعب. كويس، الفيزياء الذرية العملية. لكن من ناحية تفهم هو ما صعب، يعني من السهل، من اي زول ممكن يفهمه. انت الحاجات اللي محتاج لها يكون عندك باك جراوند قوي في الكوانتم فيزيكس، ويكون عندك باك جراوند في السبكترال سبكتروسكوبي، باك جراوند في الاتوميك فيزيكس فور شور. ما تحتاج يكون عندك باك جراوند في السوليد ستيت فيزيكس، لكن اذا انت عاوز تكون متمكن من الماده بتاعتك من المحبذ انه يكون عندك باك جراوند في السوليد ستيت فيزيكس. فانا حقوم حشرح برضك يعني ما حخلي حاجة أي حاجة اتعلمتها أنا حقومها بشي إن شاء الله. حخش في solid state physics، حخش في advanced lasers، حخش في atomic physics، حخش في quantum physics. فاحتمال ما في زمن أعمل الحاجات دي كلها، واحتمال زمن ما يزعجني على سنة أعمل الحاجات دي كلها. لكن من كل شجرة عصا، هنقوم أديك كبعة في راسك من كل شجرة، من كل عصا، من كل عصا شيء، من كل شجرة عصا.
طيب الحاجة الثانية يعني احنا دائما الخيارية دي فرصة مناسبة جدا جدا انه انا ابدا هسه يعني سبب انه انا المفروض ابدا هسه ليش؟ لانه انا كنت في جامعة يو سي بيركلي وهناك بنيت تجربة. خلال بنائي للتجربة حسيت بانه يا اخي يعني شنو لو حصل انه احنا المعلومات دي الناس عرفتها في بلادنا هنا في السودان كويس، لانه من الممكن تتعامل في السودان الحكومة بس شوية تفكر تبطلوا عربات يدوكم عربيتين ثلاثة بتبدوا تجربة كويس. الحاجة الثانية الناس ممكن تعمل أبحاث ضخمة جدا جدا إذا توفر التجارب زي دي في السودان كويس. الحاجة الثالثة لما جيت هنا جامعة ستانفورد وده السبب اللي خلاني أنا أفكر أعمل حاجة دي إنه أنا لقيت نفسي ببني في تجربة مرة تانية نفس الفهم بتاع التجربة، هي ما نفس التجربة بتاعت يو سي بيركلي بس هي تجربة مختلفة، بس الفهم في النهاية إنها هي فيزياء ذرية بتاع للأبحاث بتاعت الكوانتم فيزيكس. احتمال التجربة ديت التجربة اللي فاتت كانت من نوع احتمال تكون الأولى في الويست كوست في يو اس اي. التجربة اللي بعمل فيها هسه احتمال تكون الأولى في العالم إذا اتعملت، لأنه لما أشرح لكم بعدين طريقة البروجكت أو الطريقة بتاعت الفيزيكس الموجود في الفيزيكس في الإكسبرمنت هتفهم هتشوف إنه دي فعلا يونيك إكسبرمنت. أنا بديت هسه اشتريت يعني أنا بقوم بكتب لهم الليستة بتاعت المواد اللي أنا بطلبها وبرسل للبوس السوبرفايزر. السوبرفايزر طبعا هو راجل ضخم جدا في الفيزياء فبيعرف بيشوف في الليست دي يقول لي احمد اوكي الليست دي اوكي دي كلام فارغ دي امشي كبها في امشي ارميها في الزباله دي اوكي دي نوت جود ذيس از جود ذيس نوت جود. وهو بيعمل فاليديشن للليست في نهايه المطاف بنعمل حصر للحاجات اللي دارينها ونشوف الكوست كم، وبكون في جرانت اوريدي من الحكومه او من الجامعه ذاتها للاكسبيرمنت وبدوه الجورج عشان يشتري الاكويبمنت. التجربه اللي شغال فيها انا بتحتاج ليزر هاي باور ليزر يعني ليزر الانتنسيتي بتاعته عاليه جدا، يعني بنتكلم عن حاجه almost 12 واط. 12 واط دي بتجد عادي يعني ممكن تجد ما بتجد الحيطه ما بتمشي بعيد بس لكن فيري باورفول اوكي 1000 انا امثل لك اضرب لك امثله يعني عندك 1000 واط ده ممكن يجيب الحيطه عادي تخد صباعك كده يقطعك. التجربة اللي احنا بنعمل فيها يعني ما بتقدر الحيطه لكن بتقدر عينك المشكله في دي انها very expensive. الكوست ما جاي لان احنا عاوزين هاي باور جدا، الكوست جاي من لانه بيتكلم عن فريكونسي معين. ولما اي سي فريكونسي معين معناها شنو؟ يعني اشرح لكم الخزعبلات الحاصله دي هتشوفها انها سهله جدا جدا. يعني انا اتوقع ان شاء الله اذا في ظل حيسمع المحاضرات دي سواء بالبص يجي يتكلم لي عن الكوانتم فيزيكس معلش للتبحير نرجع لنقطه ثانيه. الشيء كويس انه انا هسه ببني في تجربه واعتقد انه كلمته على البوست بتاعي قلت له يا اخي انا عاوز يعني اعمل شنو اشارك بالحاجه دي مع ناس السودان يعني وكذا. فقال اوكي جدا ما في مشكله. فاللي حنعمل شنو اي مرحله انا اقوم اعمل حاجه ابني في العرض ان شاء الله انتوا هتكونوا معي اوكي. فحنشبع شويه المعمل ان شاء الله وحنشوف المعمل شبه فاضي ومش فاضي كومبليتلي بس يعني عندنا بدينا نبني كويس. وحنقوم شنو انا خليه لو الناس بقت تتابع خطوه بخطوه وناس الحكومه ما جت قالت لي يا اخي كيف هي ناس الـ FBI قالت لي بطل الكلام بتتفرغ بتعرف وده معناها حنشوف التجربه لحد النهايه. وطالما هي التطبيقات سلميه انا ما اعتقد حيكون نو بروبلم. ف 12 واط let's say or 1000 واط at that frequency and with that line width is really problem. وده السبب بيخلي الشركات الكبيرة تهاجم الحاجة دي وياخدوا قروش كتير جدا عليها. يعني أنا بضرب لكم مثال الأرقام الفلكية الليزر بالصفات دي أنت بتخد في بالك إنه ما بين 50,000 to
to 100,000 US dollar. But then 50K, oh, crap, sorry. But then 50K to 100K. K معناها شنو؟ لما يقول لك K is يعني دي equivalent to 50 واحد من ثلاثة US dollar. What is K? Okay. أنا عارف دي حاجة مخيفة وأنت هتقول لي هنجيب من وين؟ نحن إذا عاوزين نعمل أبحاث زي دي في السودان ما محتاجين نعمل الهاي باور. Good news. طيب هتقول لي هيكلف كم الليزر اللي عاوز تعمل في السودان او الليزر اللي انت عاوز تعمله في السودان؟ هيكلف تقريبا 30K. ده غالي، ده حالته غالي، ده ماكسيموم 30K. اذا عندك 30,000 يو اس دولار، انا خليكم تضربوا الحاجات دي بعدين وعلقوا لي تحت هتكلف كم السوداني، لان انا ما اعرف السوداني هسه بكم الدولار بكم في السودان. 30K دي تخليك انك تبني تجربه، يكون عندك الاساس بتاع التجربه بتاعت الحزريه. اوكي، بعد ذاك بس تاهيل الناس على انه يعملوا ابحاث على كوانتم فيزيكس واتوميك فيزيكس، ومعناها حيكون السودان اول دوله في افريقيا، الله اعلم، احتمال يكون اول دوله في افريقيا تقوم بابحاث ذريه. ليزر الحكومة سمع لي الكلام. طبعا لما نجي يقول عاوز اشرح ليزر ما معناها يا اخي الليلة الليلة حتنتج ليزر بالتكهير حتى تبيع الليزر بيعمل. اي نعم حنشرح البيزك برنسبلز، بس انا ما حشرحها بالتفصيل، يعني ما حشرح كيف انك تحصل على الليزر بالصفات دي. هاي باور اور اني تايب اوف باور اند ذيس كايند اوف فريكونسيز اند ذيس لايتنس. كويس. طيب زي ما قلت لكم خلينا نمشي المعمل نشوف المعمل فيه ناس. طيب يا اخوان احنا هسه في المعمل، المعمل فاضي لانه الليله عطله، ما في زول. زي ما شايفين براكم يعني عندنا بعض الحاجات، احنا بدينا زي ما قلت بدينا نبني. كويس، فالاشياء الموجوده هنا ما بت يعني ما not enough to make an experiment. But يعني انت بتبدأ كده، تبدأ اول حاجة تجيب الفاكيوم سيستم. عندنا هنا ده الفاكيوم سيستم بتاعنا اللي هو بيسميه هو الاتوميك تشامبر او الغرفة بتاعت الذرات، وهنا بتحصل في كل الفيزيكس وكل الانفستيجيشن بتحصل داخل الغرفة دي. كويس، دي نوع خاص من الاتوميك تشامبرز لانها فيها مزودة بحاجة اسمها زيمان سلور. زي ما اسلور انا حشرح الحاجات دي كلها بعدين بالتفصيل، بس لانه هسه انا عاوز اوضح لك في الصوره هنا في شبه. زي ما اسلور ده اللي هو زي من الاسم يعني انت ممكن تفهم زيمان اللي هو زيمان افكت بتاع المجال المغناطيسي على الذرات، وسلور اللي هي يعني عمليه الابطاء. احنا بيكون عندنا بيم بتاع اتومز ذرات من بيم من الذرات متجه في الاتجاه ديت وماشي بسرعة عالية اللي هي سرعة الـ speed of sound داخل الغرفة، فبنحاول نعمل له slow down البيم ديت بحيث شنو نقدر نعمل trapping بعدين في نصل لما تصل الذرات تصل منتصف الغرفة. طيب الكلام ده هسع يعني هو كلام بيكون عايم وما عنده معنى، احتمال الناس ما تفهمه واحتمال يكون ممل، لكن بعدين لما نيجي نفهم التفاصيل لما نشرح التفاصيل بتاعت الفيزيكس هنا هيكون كلام ممتع جدا جدا، انا متاكد وهتعجبكم يعني هيعجبكم ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم بس على الغرفه ديت هنا او الاتوميك تشامبر ديت. الاتوميك تشامبر ديت هي انا ممكن اوريكم ليها لحظه. ايوه ديت الديل اتوميك تشامبر من الداخل، يعني زي ما شايف انت عندنا في مداخل، عده مداخل. المداخل ديت اللي هي من عن طريقه بتجي الذرات زي ما قلت من الناحيه ديت، تجي الذرات من هنا
وبتجي المداخل الثانية زي ده مثلا هنا المدخل ده هنا اللي هو ممكن تشوفه من جوا بالداخل هنا دي بتخش عن طريقه الليزر بنرسل عن طريقه الليزر من عدة اتجاهات خلاص الغرفة زي ما شايفينها فاضية ما في حاجة لأنه نحن يا دوبك بدأنا نبني فيها طيب زي ما قلت خلينا نتكلم شوية عن الغرفة دي الأتوميك تشامبر فالأتوميك تشامبر بالداخل هي عبارة عن فاكيوم يعني احنا بنقوم بنوصل ترومبة بتاعت ترومبة بصورة معينة صورة ترومبة خاصة بتعمل بتشفط الهواء الداخل من الداخل كل الذرات الموجودة عندنا هنا في الفراغ هتختفي أو موجودة عندنا في الهواء بالطبيعة يعني ذرات الهيدروجين ذرات الماء ذرات النيتروجين ذرات الأكسجين المنفصلة أو مركبة أو حتى العوالق الثانية مثلا الغبار وغيره كلها هتختفي من الداخل التشامبر ليه؟ لأنه احنا عاوزين يكون في فراغ كامل في داخل التشامبر اقرب مثل اضرب لكم بالفراغ اللي هو الفراغ خارج الفضاء فالفراغ خارج الفضاء بالضبط هو الحاصل عندنا هنا في داخل الغرفه هسه الغرفه دي البريشر بداخلها عباره عن هسه الغرفه دي بداخلها بريشر 2.8 × 10⁻¹² يعني ده تقريبا اشبه بالفراغ الخارجي الفراغ الخارجي خارج الكره الارضيه احتمال يكون شويه اعلى من كده يعني −10 − −11 يعني احنا ممكن نصل لدرجه البريشر هي لما نوصل لترومبات معينه للجهاز ده انا ممكن اوريكم الترومبه هسه ممكن اوريكم الترومبه موصل من الاتجاه ديت هنا الترومب بتاعت التفريغ كويس وزي ما شايفينها ما موصلة احنا فاصلينها ليه لانه البريشر اوريدي واصل −8 فهنقوم شنو في صمام هنا لو حصل ديت الصمام ده بيقوم لك في البيول الغرفة عشان شنو يمنع دخول الهواء مرة ثانية لما نحتاج نعمل بريشر عالي بنقوم نوصل الهوز ديت بنوصله لترومبة ثانية وبيحصل عملية تفريغ طيب ليه بنحتاج الدرجة العالية من أو الدرجة المنخفضة من الضغط الداخلي داخل الغرفة أو الشامبر؟ احنا نحتاج نوع من الفاكيوم تستوعب فاكيوم واي بيكوز إذا كان عندك ذرات إكسترا يعني في عندك مثلا ذرات بتاعت هيدروجين وذرات بتاعت نيتروجين وأنت عندك عاوز نوع معين من الذرات تتعامل معها في مثلا في الحالة بتاعتها اللي بنحب نتعامل معها يوتربيوم أتومز في يو سي بيركلي بنتعامل مع كالسيوم اتومز معناه انت عاوز في الغرفه بتاعتك ديت يكون موجود اليوتربيوم اتومز بس او الكالسيوم اتوم بس ما يكون في اي نوع ثاني من الذرات معناه شنو اذا كان في ذرات ثانيه موجوده العمليه تحت الاختطام مع بعض الذرات بتكون حايمه في الفراغ بس حصل اختطام انت حتفقد الذرات ديت احنا بنسميه اتوميك كوليجن او الاصطدام الذري اذا حصل اصطدام ذري داخل الغرفه فخلاص الفيزياء بتاعتك طارت كويس فإذا شو معناها احنا لازم نفرغ الحاجه دي تفريغ كامل ويكون ما في ذرات في داخل التشامبر البورت دي اللي هي زي ما قلت نرجع نوصف البورت دي قصدها شنو او الاوبتيكال ويندو زي اوبتيكال ويندو بعض المرات الغرفه دي فيها حكايه بتاعت 8 ويندوز واحده كبيره واثنين كبار وست صغار طيب الويندوز دي العباره ليش احنا بنستخدمها عشان انك تتفاعل او تنتراكوز اتومز لازم ترسل ليزرز الليزر بيدخل عن طريق الويندوز دي بتخش للذرات الداخل طيب احنا ما عاوزين نخش في التفاصيل هسه لانه دي لسه ما بدري عليها خلينا لما نفهم الفيزياء والحياه بعدها نجي نشوف الحاصل هيجي السبب جبتكم انا في اللاب هنا ليه لانه زي ما قلت عاوز مع بعض نمشي ستيب باي ستيب ونشوف حنبني التجربه او الجهاز الذري ده وإن شاء الله ربنا يسهلنا ويسهلها ويساعدنا ويقدمنا العمل إن شاء الله مع بعض طيب نجي للذكاء الصناعي ليه أنا اخترت الذكاء الصناعي؟ ماشي خلينا نمسح الفيزياء خلاني أنا أختار الذكاء الصناعي عشان إنه مادة المفروض أن أشرحها للناس أو الناس تنتبه إليها
لأنه يعني أي حاجة هسه من هسه وأنت ماشي هتكون لها علاقة بالذكاء الصناعي، كويس؟ أنا واحد من الناس عندي يعني أتمنى إنه أشوف البرنامج بتاع الأبحاث بتاعنا يبدأ. عشان يوم مكلفة يا أخوانا، أنا أنزل برشلونة معلش افتكرين إنه حاجة مكلفة وتستاهل قروش كثيرة وكذا. يس، كان زمان بتحتاج قروش كثيرة ومكلفة. يس، هسه احنا بنتكلم على مستوى الدولة. الدولة إذا عندها ميزانية مخصصة لأبحاث الفضاء ممكن تعمل أبحاث فضاء بأبسط التكلفة. طيب احنا في السودان ما عاوزين نعمل أبحاث فضاء هسه، لكن لازم نبدأ نفكر فيها. السبب ليش لازم نبدأ نفكر فيها ليه بعدين؟ لأنه لما نيجي المرحلة بتاعت البناء نكون اوريدي جاهزين. يعني احنا عندنا مشاكل كافية جدا في السودان، والقروش اللي إذا في قروش أساسا موجودة المفروض الناس تصلح بيها الحاجة التانية، تصلح بيها وضع البلد، تصلح بيها الناس اللي بيموتوا بالجوع والعطش ديل على الأقل يساعدوهم، كويس؟ بس ما زال الناس، أنا معتقد إنه الناس لازم تتعلم الحاجة ديت وتستخدمها أو تحاول تطبقها في small projects. ممكن في الجامعات، في الجامعات الواحد ممكن الناس ممكن تشتغل الحاجة ديت، خلاص؟ طيب ليه أنا ربطتها الذكاء الصناعي بأبحاث الفضاء؟ الاتجاه بتاع ناسا هسه أو الاتجاه بتاع الشركات تحت الفضاء بقت حتى بقت برايفت الشركات، أو هنا مكلفة شوية نوعا ما تكون برايفت كومباني، لكن الشركات بقت متجهة في الاتجاه ده. إنه بقى أنت ممكن تعلم الساتلايت، ممكن تعلم السبيس سبيس روكيت أو الصاروخ بتاعك اللي حترسله إنه يمشي يجي راجع تاني، معناه عشان تاني ما حتصرف فلوس تبني واحد جديد. ممكن تستخدم الصاروخ ده 20 مرة 50 مرة، ترسله يجي راجع، ترسله يجي راجع، معناه حيبقى زي الباص واحد، ما أحتاج إلا تمليه بنزين، هذا البنزين هو مكلفك، لكن تبني الراكت is not expensive. أوكي، فإذا أنت عندك ذكاء صناعي، عندك ناس بيعملوا برمجة بتاع ذكاء صناعي بصورة جيدة، معناها انت ممكن تضمن سلامة الصاروخ بتاعك ده انه يمشي ويجي رايح في كذا مرة من غير مشاكل. الصاروخ ده يكون فيه كاميرا زي الكاميرا دي مركب، وممكن يعرف انه دي ارض ودي اللاندنج بوينت ودي الشجرة ودي حجر ودي كنيسة خاشة بالغلط وده فار خاشة سكاوي كنيسة كبير، حاجات زي دي يقدر يفهم، خلاص؟ يعني انا انت الصاروخ جاي من برا، جاي من برا كده في الارض، وهنا في شجرة، هنا في سور، هنا في مجرى بتاع مويه، لكن انت خدت اللي هو اللاندنج مارك بتاعتك كده واضحه يعني ممكن هي يفهم. هتدرس الصاروخ وده بسميه الذكاء الصناعي. الصاروخ هيدرس عن طريق الكاميرا بتاعته، الكمبيوتر الموجود، الشريحه بتاعت الكمبيوتر الموجود في الصاروخ، هتفهم انه لما تيجي نازل ما حتيجي نازل في الشارع، هتنزل هنا، هتنزل وين؟ في العلامه بتاعت الكروس. احتمال ما تنزل بالضبط في السنتر، لكن هتنزل جوا، وده كله عن طريق الذكاء الصناعي. سيري انت ممكن تتكلم معاها، هي بتفهم كلامك كيف؟ مع طريق الذكاء الصناعي. انت لازم تدرب الكمبيوتر بتاعك عشان يفهم لغتك ويفهم الكلام اللي انت بتقوله، كويس؟ تاني ممكن نضرب شنو في الصناعة مثلا، الروبوتس بيشتغلوا كيف؟ بيعرفوا انه دي صامولة وده مفك وده عمود جنبه والكلام ده كيف؟ بتدربه. طيب المعنى شنو الكلام ده؟ الكلام ده ما لناس الفيزياء، اذا عاوزين نخش ناس الفيزياء بطريقة من بعدها، لكن الكلام ده مالناش معنى. انت ممكن تتعلم الكودينج البروجرامينج وتقدر تطبق الحاجة دي. طيب هل الحاجة دي مستحيلة؟ هل هي مكلفة؟ ابدا. اذا كانت مكلفة ومستحيلة ما كنت اتكلمت معاكم فيها. احتمال المفروض ما اتكلم معاكم في مواضيع الليزر والفيزياء دي لانها مكلفة، لكن اتكلمت معاكم في موضوع الذكاء الصناعي. انا معتقد ان الذكاء الصناعي ممكن الناس تبقى فيه وتعمل فيه وتبني حياة ضخمة جدا جدا، كويس؟ عامل محاضرات صغيرة، هيكون كورس صغير جدا، محصور محدود، أو هشتغل هشرح السيوري في الأول، الحاجة الثانية هعمل أبلكيشن بسيطة، هجيب كمبيوتر صغير، وهنعمل له برمجة مع بعض، عشان إنه يأدي مثلا وظيفة معينة، خلاص؟ ومنها الناس ممكن تبني على المثال ده، تبني على الفكرة دي. كويس، وربنا يدينا الزمن عشان نعمل الحياة دي كلها إن شاء الله. طيب عندي رسالة صغيرة عاوز أوجهها للشباب، الشباب في السودان هناك.
شباب سودانيين، والرساله يعني بقول لهم احنا عندنا بامكاننا نغير حاجات كثيره جدا. احنا بنمثل الجيل الجديد، احنا بنمثل الجيل اللي هو على مسؤوليه انه يغير السودان. اي نعم في مشاكل كثيره حصلت في السودان، اي نعم الناس يعني بتعاني معاناه شديده، على سنه على الاقل توفر لهم العيش وكذا. انا عارف حاجه ديت، لكن انتم ما بالكم بتعانوا، الناس اللي بره برضك بتعانوا. اي نعم هنا الحياه اسهل، لكن في درجه من المعاناه برضك، يعني مهما كانت الحياه سهله. انا ما عاوز اقول يعني احنا وضعنا زي وضعكم بالضبط، انتم والله يعني بتجاهدوا حقيقه. عارف انه يعني الناس حاسه بانه الطموح، ما في طموح ما في امل. فبالعكس انا شايف انه في قمه المعاناه دائما بالناس العباقره، الناس اللي بغيروا التاريخ. يعني لما نقول بغير التاريخ لا معناه بغير تاريخ العالم، بغير تاريخ بلدهم او تاريخ في حله، حتى في الحله دائما الناس بيجوا في قمه المعاناه. واحتمال يكون ربنا احنا خلانا نصل للمرحله دي نتعلم ونصل لمرحله التعليم دي لسبب ما، والله يعني ما عشان احنا مثلا الواحد عاوز يصل منصب ولا يصل، لسبب ما العلم ساهل ومفتوح كان. يعني ربنا سهل سهل الفيزياء ولا غيره. ليه؟ لانه احتمال في رساله لازم نأديها، احتمال يكون احنا الجيل، احتمال انتوا لاحظتوا الجيل بتاعنا الناس في سننا تقريبا ممكن نقول عليهم كميه كبيره من الشباب في سنين طلعوا برا السودان، كميه كبيره من الشباب بتخصص في مجالات ما كان في السودان نهائي يا جماعه، بتخصص في مجالات حتى في افريقيا، خلينا من السودان في افريقيا ما في. فده معناها في رساله موجهه لنا من ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما قادرين نفهمها. انا اتخيل لي احنا اذا قمنا بس فتحنا نقاش، الموضوع بتاع نقاش، عملنا قنوات بتاع اتصال مع بعض عشان نتكلم ونشوف هنستفيد من الحاجة الموجودة قدامنا دي كيف، هنصل للرسالة دي مغزاها شنو بعد. كويس، في ناس احتمال يقول لك يا اخي الناس الدول الاوروبية ولا الدول العالم المتقدم ما حيقبلوا كده وكلام ده، والله ده كلام كان زمان، كلام فارغ. كويس، الحاجة الثانية عندنا احنا معاهم واحنا بنتكلم معاهم، انا بتكلم معاهم عن حاجات لها علاقة ببلدي، ما بيقول لي يا اخي بلدك انت بلد الخاضر والمفروض ما يتعلم الحاجات دي ولا، بالعكس هم عاوزين شنو؟ عاوزين يشوفوا الناس اذا تطورت هناك حيحصل شنو. كويس، ففي دول معينة ضدنا، انا بتفق من حاجة دي، احتمال امريكا تكون واحدة من الدول ضدنا، لكن ده ليه؟ لانه الناس ما عارفين ان احنا منو، ما فاهمين عننا اي حاجة. كويس، جبيل انا في الفيسبوك لاحظتها في شابة ما شاء الله ممتازة جدا بتتكلم عن انه الاعلام السوداني او الناس السودانيين بالخارج سمعتهم سيئة جدا جدا. ما سمعتهم سيئة لان احنا سيئين، سمعتهم سيئة لانه في ناس، في اكس من الناس شوهوا سمعة السودانيين. والدليل على كده تيجي واحدة مثل زي الكويتية دي، تيجي واحدة زي الكويتية دي تقول الكلام قالته عن السودانيين. انا واحد من الناس ما عندي زمن اقعد افكر فيه قال شنو او اتناقش شيء قال شنو، انا بتكلم معاكم انتم معانا نحن كسودانيين، احنا اللي خلينا البدي تصل المرحله دي تتكلم عننا بالصوره دي، ونحن اللي خلينا الناس تفتكر عننا اننا ناس كسلانين واننا ناس ما بننتج واننا ناس ما عاوزين نتقدم. كويس، احنا الحي دي ما بيدنا، احتمال يكون في عندنا مشاركه مننا نوعا ما، احتمال يكون عندنا في الفاتحة الحاصلة دي احنا مشاكين نوعا ما وغلطانين، المفروض ننتبه لها. احنا اول حاجة شعب متميز جدا جدا. كويس، ما عاوز اشكر نفسنا، لكن حقيقة السودان شعب متميز، احنا بس في حالة بتاع الثبات نايمين، وعلى ما اعتقد احنا بدينا نصحى. ما عاوز اقول احنا نصحى يعني ثورة جبارة وما بعرف شنو نطيح بكل الجبابرة، لا، احنا حيكون عندنا حسب انه في ثورة علمية هتحصل في السودان من الشباب والجيل بتاعنا، علشان ده الكلام اللي رجعنا انا اقول لكم انه الجيل بتاعنا ديت جيل مختلف شويه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، نرجع للكلام بتاع البيت تقبل انه تتكلم عن السودان، انه ما في اي حاجه في النت منشوره عن السودان وعن التاريخ بتاعنا والتراث بتاعنا والحضاره بتاعتنا وغيره والانتاج بتاعنا.
والسبب ليه؟ لأنه نحن ما مهتمين بالحاجة دي. نحن وكأنما التكنولوجيا جاتنا امبارح. بكينا مشغلين بالفيسبوك. كويس، انا واحد من الفين ابتدائيات مشارك بها في مشارك، والله سبحان الله انا ما اعرف خشيت في المنتدى ده كيف، لقيت اسمي معاهم وبتجيني النوتيفيكيشن والتنبيهات. كويس، فالمنتديات بتتكلم عن يعني كله كلام انه عن انه كيف العرس وكيف العلاقه بتاعت الراجل بالمراه، وكانما السوداني ديت فجاه اكتشف انه بجواره امراه انثى. وكأنما كنا احنا قاعدين في الخلا وفجأة الراجل السوداني ظهرت حواء. المهم برغم الفقر بتاعنا، برغم وضعنا السيء ديت، عندنا تولز، عندنا موارد جاتنا في يدنا فجأة من ربنا سبحانه وتعالى، المفروض نستغلها. كويس، اول حاجة زي ما قالت البيت ديت، انا ما اذكر الفيديو لكن زي ما قالت البيت ديت، المفروض نصلح السمعة بتاعنا، المفروض نصلح السمعة بتاعتنا، ما نقعد نرد على الكويتية ربنا يسامحها، ما نقعد نرد عليها ردود زي ما يعني ما أحد الواحد يستحي إنه يذكره هنا، يستحي حتى يذكر كلامه. والشعب الكويتي ولا شعب الجمهور العربي كلهم ناس أخواتنا وما عندنا مشاكل معهم ولا عاوزين مشاكل معهم. واحد أنا واحد من الناس حقيقة ضد الانتماء للجامعة العربية، أنا ولا أحب الانتماء للجامعة العربية. معلش إحنا فرق. كويس، ف الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة، في دول معينة هدفها مهمها الأول والأخير إن السودان الشاهد سمعة على السودان تصبح سيئة، وهم نجحوا إلى حد ما. لكن أنا أكد لكم إن السودانيين إذا انتبهوا لنفسهم فجأة، إذا انتبهوا لنفسهم وانتبهوا للمقدرات اللي عندهم وانتبهوا للفرص المتاحة لهم هسع، أكد لهم تماما كل السمعة خربوها لنا نازل ممكن تروح في ثانية وضيع. خلاص، أنا أسألهم سؤال واحد، أنا ما عاوز أقول إحنا السودانيين وإحنا السودانيين، لكن أسألهم سؤال واحد، تعالوا هنا طلعوا لي واحد من العرب اللي بيشتموا فينا وبيقولوا السودانيين سيئين شغال معانا في المجال ده، أتحداكم كلهم. أنا ما عاوز أخلق خلاف بينه وبينكم، إحنا أنا والله عندي أصدقاء سعوديين وعنده أصدقاء من الجزائر، ويعني أنا أحبهم والله، في عندي أصدقاء من المغرب وتونس، وعشرت شباب ممتازين وأذكياء أذكياء أذكياء بصورة غير عادية، لكن لا يذكرون السوداني بسمعة سيئة إطلاقا. معليش الكلام ده جاء فجأة حصل، الحاجة الكلام جابه جاب الكلام ده شنو؟ إنه عاوز يعني إحنا المفروض ننتبه إنه إحنا عندنا مقدرات وعندنا كينونة بتاعتنا، بس مفرطين فيها والله للأسف الشديد يعني. طيب أنا أقف هنا لأنه تكلمت كثير اليوم، وإن شاء الله يعني نواصل مع بعض الرحلة اللي احنا بدينا عليها. يلا، في رعاية الله، إن شاء الله نشوفكم مرة ثانية.